كرمنا وياكم في دار كرامته، جينا ملبين وجينا مسلمين وجينا نقابل اخواننا وربعنا وبني عمنا، هذا علمنا وعفاكم. مرحبا ومسهلا باسم المساردة في بيشة. الشيخ علي بن عامر السلولي رئيس هيئة التحقيق والدعاء العام. الله يحييكم تحية المطر. مرحبا والله ومسهلا ممن شاكم لما الفاكم ولطفكم جاهز يا الربع. الله يحييكم. باسمي وباسم مطوعين العنيدي ألاد مسرد سعد منهم دناياه، يا مرحبا بك في محل العبيدي عبودة بن ناصر على الوجه والجاه، وطاب الكلام وطاب نظم القصيدي في مدح من يزهى القصايد وتزهاه، وانقيل من هو قلت علي اليزيدي أبو سعيد جعل الأنذال تفداه، ابن سلامه يفيد ويستفيدي عسى الولي من سوى الأقدار يحماه، وعساه يبقى في حياته سعيدي اللي طموحاته على الطيب تشعاه، لا ضاع جود مجمدين الرصيدي جوده كما غيث كسى الأرض مرعاه،
لا ضاع جود مجمدين الرصيدي، جوده كما غيث انكسى الارض مرعاه، شيخ يمد ولا يمد الزهيدي، الوافي اللي تفعل الجود يمناه، هذا الصحيح وذا الكلام الاكيدي، قولا عليه ثبوت لما ذكرناه. هذا الصحيح وذا الكلام الاكيدي، قولا عليه ثبوت لما ذكرناه، زين المثايل من مجاد العبيدي، قدمت هالك يا ابيض الوجه مهداه، سلامتك وسلامة السامعين. وعداد من صلى وصام رمضاني ترحيب تنتشمل جميع القبائل، عن والدي قلت عيان بياني. يا ابو سعيد انت تشيل الثقايل، يا ابو اليتامى يوم جار الزماني. تعيش يا راعي الفعول الجزايل، اللي تفخر بك رجالك حطاني. تبقى ذخر يا عادل كل مايل، وعز الله انك في المواقف حصاني. يا ابو اليتامى يوم عندي دلايل، سعد الفقاره يوم جار الزماني. من روس قوم من متعبين الاصايل، آل اليزيدي يوم ضرب السناني. حمايت الحدان وشك زايل، في ذمتي ما فيكم الجباني. وختامها يا اهل الوفا والجمايل، يا مرحبا وشان ذا الليشاني. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يهينك. لا انت لا انت ما شاء الله. جزاكم الله خير. القهوه يا ولد، القهوه يا ولد. الشاعر حرمل بن محمد بن كليفيخ الجروي القحطاني. عليكم زود. حي الله اللي لثقل الحمل شيال، شيال حمل بلقسى ما يشالي. يا ابن سلامة طيب الجد والخال، يا طيب المبدأ كريم السبالي. أنت الذي في الطيب تضرب بالأمثال، أنت الذي في الطيب تضرب بالأمثال. يا ابن سلامة طيب الجد والخال، يا طيب المجنى يا ابن سلامة طيب الجد والخال. أنت الذي في الطيب تضرب بالأمثال، تفتل وتنقض مبهمات الحبالي. وأنت الذي فيك القصايد والأمثال، تجود يا هداج تيم الزلالي. وأنت الذي فيك القصايد والأمثال، تجود يا هداج تيم الزلالي. وأنت الذي لك معها للمجد منزال، وأنت الجزيل وتستحق الجزالي. شيخ وكريم ودايما درع وظلال، ودخيل بيتك ما يجيها النكالي. كم واحد حده زمانه على الجال، وضاقت عليها ايامها والليالي. ونخاك ثم وقفت بالحال والمال، لعل يفدونك رخوم العيالي. ونخاك ثم وقفت بالحال والمال، لعل يفدونك رخوم العيالي. لجاك محتاج غدالك تبهلال، وتقول خلك مستريح وسالي. ابشر مطلوبك ولو طال ما طال، قول وفعل ما هو بقيل وقالي. دين وتواضع واحترام للابطال، وفيك الشهامة يا حميد الخصالي. ولا الردي ما له على الطيب مدخال، ولا له على كسب المراجل مجالي. اللاش لو مليار عنده من المال، وقت اللزوم يقول مالك ومالي. وصلوا على اللي بالهدى زال الاضلال، شفيع على امه يوم طرح السوالي. سلامتكم جميعا. تنومس لو ان من القبائل الثانية، انا ثنيان بن مبارك من بني واهب الشهران، عوانيكم وربعكم ما عليكم زود. لكن والله يا افعالك انها تنومس، سمعت مني يوم شفنا صورك مع الرجال اللي حافظ القرآن، بيض الله وجهك، وغيرها وغيرها وغيرها. تسلمون يا صبيان القحطان، لكم عندنا واجب، لكم عندنا كرامة، ولا نجمع المال والمراجل يتعب فيها الرجال اللي يكرم ذلحة وشرواهم. اليوم أبغى من الله ثم منكم موعد، يا غدا بكرة يا عشاء القابلة، شوف الوقت المناسب، تراني في وجه الله ثم يجيكم ما تقولوا لا. وسلامتكم. مني في الحكاية، لكن قول يا الله ثم اثنى عند الله وقول يا الله. يا من جمعنا في ذا المكان، الله يجمعنا به في دار كرامته، في الفردوس الأعلى من الجنة.
والله يا شهراني ما انت مجرب، تذبحونها الناس ما تعرفونها، وهو قدر والقدر حصل والعزيمتك وصلت. والله ما ندخل على رجال في واجب يخصنا، والله ما يدخل على ندخل على رجال في واجب غير ذا الواجب اللي جينا له. وسلامتك كلامك صروح، والله غلي كان وصلنا، والله انك ما نقدر نعطيك موعد، والله ما نقدر نعطيك على راسي. والله والله ما ادري الحين، ما عاد يبالكم شيء. صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد. عوانينا يعلم الله، تعطونا بوحد فيما بعد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يوعد ما هو ذا. طول عمركم لا عاد مناكم نفداكم يا مال غنا. ونعم ونعم جيراننا وبني، ونعم يا صبيان الزايد. الله يطول عمرك. زميل وعانيه وخو وعوانه ولكم حق علينا وكرمتكم ابدا من عين الشمس. الله يطول اعماركم يا مال غنا. لا تقول شيء نفداك، احنا ما جينا قياسه كرامه. طول اعماركم وانا مسوي اللي قصيده يقول في مطلعها ابى اسحب لكم منها بيت لاني قد المغرب قريب ما عاد ابنه يقول حلالا شاصا نشله ولا بقصد ولا بسعيد القار بيان طلب مفتاحه. ويالله انا بدعيك يا الواحد الماجود كريم وعظيم ورازق الطير بجناحه، ويا من قذن يونس من البير بالتحدود ورده على يعقوب من بعد مطياحه. حسد والحسد موجود بين العباد يسود، كفى الله شر الحسد والبغض ذباحه، ولا يحسد الا واحد بالفعل ملهود. اعوذ بربي من بلا الحسد واشباحه، وما قال ابو اصحى شوفوا هاجسي موجود اضخه وتله تل لنويت مرواحه. حلا لا يا شاص نشله ولو بقصود، ولا ابو سعيد القرم ينطل مفتاحه. علي يا علي له في النوايب علم وشهود، وشيخ عليه العز والطيب يجتاحه يسوقه عريب الجد يعبر بلد وحدود، مصدر من الفرشة ومعجل تبن جاحه. وشاصم بغيت أزور فوقه نعيم العود، وهذا هو بالي وهذا هو الراحة. وشاصم إلى ضخت بلوفه فقام ينود وكان البرنز يثور من حدر مشطاحة. ويا أبو سعيد الهرج ينصاك بالتحدود، علي بن سلام احتاج للعز وشاحة. علي يا علي يا فزعة الضيف والمضهود وسيع البنايد ما يفكر في رباحه. أنا من قبائل وافيه ما عليكم زود، ومن لابت الجدعان للطيب طماحة، وجدعان كهلان بن قحطان يا بن هود، وهم عزوتي من سد مارب إلى راحة. وسلامتكم يا بن سلامة. الشاعر شو اسمك؟ أبو وضحان. داق علي يرحب بكم ويقول أنا من طرف بن سلامة وجايكم في الحفل ومرحبا بكم جميعا. Ha!
ارحب يا رجال ارحبوا. ابقهم. السلام عليكم. سلام. ما جرني يا رجال. سلمكم. والسلامة. فيكم. يلا حي كل باسمه. حياكم الله. علمنا سلامتكم. سلمتم. عزمتنا يا عبود بن ناصر يا حمر العين. وجيناك وعلي الطلاق من ورا نشان وخلناه وجوك صبيان مشعل. نعم. تقدير لك وتقدير لشايبك وتقدير لوقفتك معنا في الصغيرة وفي الكبيرة اللي لا جعلنا لزومنا سعيت بالحال قبل المال. وحن جوك المشاعلة الأولة معنا مشاركة قيمة طيب لضيفانكم. وانتوا يا قحطان انتوا اللي تكلمون الرجال وتقومون في مقامهم. ما عليكم زود. والثانية بقصيد تنطلبها يا ابو ناصر بتسمعونها ان شاء الله في الحفل. او سلامتكم. سلمتوا والله يحييكم. والله مرحبا. ويا مرحبا والله مسهلة. تفضلوا تفضلوا. تفضلوا. مرحبا ومسهلة. دقيقة يا أبو هادي. أما بالنسبة للعطية فجيتكم هي أكبر كرامة. أما العطية فعلي الطلاق ما يجينا منكم ريال. جيتكم هي الناموس. ومرحبا ومسهلا. الله يبقيكم. مرحبا نلف. أغلى من بيجي. مرحبا نلف. تفضلوا تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله ومن اتبعه إلى يوم الدين. الحمد لله على نعمة الأمن والأمان وعلى ما أنعم الله به على هذه البلاد الطاهرة من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى فهي قبلة المسلمين وبلاد الحرمين تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله. الشيخ علي بن سعيد آل سلامة وصحبه الكرام، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا. حللتم اهلا ووطأتم سهلا. هذه الليله اعتبرها من اعياد السنه، فقد غمرتنا زياره الشيخ علي بن سعيد آل سلامه وقبيلته بالبهجه والسعاده، فتشريفه لنا قبيله المسارده في بيشه وقبوله له دعوتنا هذا له امر غير مستغرب على رجل يحمل خصال الاوفياء والمخلصين لوطنهم. فالشيخ علي بن سعيد آل سلامة ساهم في عتق الرقاب ومساعدة الأيتام والمساكين وكثيراً من الحالات الإنسانية، فقد قدم ووفقه الله جميع المساعدات الخيرية لحرصه على دعمه الجانب الخيري بشكل خاص، كتبها الله في موازين حسناته وطول العمر وصلاح الذرية. فجميعاً نفتخر بهذه الشخصية النادرة، شخصية الشيخ علي بن سعيد آل سلامة أطال الله عمره. حياكم الله جميعا ومرحبا مليون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا ملايين. يا مرحبا ومسهلا. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، نحمده سبحانه ونشكره، ومن مساوئ عملنا نستغفره. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أكرر الترحيب بكم مرة أخرى ونبدأ فقرات حفلنا، فمرحبا بكم ملايين. قال تعالى في كتابه الكريم:
وإذا قرئ عليكم القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فخير ما نبدأ به هذا الحفل الكريم آيات من الذكر الحكيم، يقدمها لكم الأستاذ عبد الله ناصر المسردي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نرحب بالشاعر الكبير شاعر العرب سلطان بن وسام الهاجري وضيوفه الكرام، فمرحبا ملايين، يا مرحبا ومسهلا. عدنا والعود أحمد بإذن الله. قصيدة ترحيبية للضيوف مقدمة من الشاعر الكبير شاعر شهران العريضة عبد الرحمن بن بديع الشهراني، فليتفضل. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميع، ومرحبا بالضيوف الكرام، الله يحييكم عند معازيبكم. عند أهل بيشة مرحبا يا قحطين، عند قحطاني علومه سفيره، يلزمني اللازم والأجواد غالين الشان شاني والقصير القصيره، وضيفان أبو ناصر علينا عزيزين، سنحان خطوتهم علينا تبيره، والله ان سوق الشعر سوق البعارين حتى نورد هالعدود الغزيره. حي الله اللي فعلهم يبهج العين، ساس العرب واهل السلوم العسيره، قوم على حد الوطن مستعدين ملبوسها صنع القليز وذخيره، في نصره الحاكم وفي نصره الدين كم ناحروا بتبودهم من مغيره، لما تغايف المحاجي شياطين تبني محاجي كل عطا جديره، في روسها ماكر حرار وشياهين، واهل الكند واهل امتاج القصيره، من اليزيد اللي تفج المعادين مجرده سيف الفخر عن جفيره.
في رؤسها ماكر حرار وشياهين، واهل الكند واهل امتاج القصيره من اليزيد اللي تفج المعادين مجرده سيف الفخره عن جفيره، جينا لجيتهم وجونا ملبين بمعيه اللي حط للجود سيره، قرم بما سوات عج الدواوين بالعون سوى ما عجز عنه غيره. هذه السنه بشور هل العرب زين، الله ومر بالخير في كل ديره، علي يوزع في الجنوب الصوالين والوسم يذكر في شمال الجزيره. هذه السنه بشور هل العرب زين، الله ومر بالخير في كل ديره، علي يوزع في الجنوب الصوالين والوسم يذكر في شمال الجزيره. ابو سعيد اللي يمد الملايين من طيب راسه ومن حميه وغيره، للمعوزين للمعوزين وعند الاقصى ولدنين حاز الجميل وكثر الله خيره، فاخرق حطان من تهامه الى الرين، شهم من الفرشه وصلهم بشيره، عن مثل فعله يعجزون السلاطين، فتاك شوفه للعيون الضريره، اقلط ومقلاطك صدر يحمر العين ما هو محلك في الكراسي الاخيره، اقلط ومقلاطك صدر يحمر العين ما هو محلك في الكراسي الاخيره. هذيك لأهل الأرصدة والدكاكين ولا ينقصون المال حبة شعيرة، يفكرون إنهم عليها بتيمين وأموالهم صارت شتيمة وعيرة، ولا أنت وامثالك تحوزون ثنتين قولة نعم بين الجموع الغفيرة، ولا دير تدلة وفنجالها الصين تستاهل الأول من اللي يديره. هذه الحقيقة، ولا دير تدله وفنجالها الصين تستاهل الاول من اللي يديره. هذه الحقيقه، والرياجين نوعين تقول اهل المعرفه والبصيره، رجل اللي منه مدح راس هيلين ورجل يجيها من السطر قشعريره. سلامتكم. نشكر الشاعر الكبير عبد الرحمن بن بديع، صح الله لسانك. والان مع قصيده للشاعر مبارك ابن كويع القحطاني سيف الجحادر، فليتفضل مشكورا. مساكم الله بالخير جميع، والله يحييكم يا ضيفانا ابو ناصر وابوه وربعه صبيان المسارده. والحقيقه نشوفك يا ابو محمد سلطان ابو وسام ناموس، لان الرجل هذا هو اللي يدعمنا يا شعار قحطان ويستاهل تصفيق. والثانية فعلي بيض الله وجهه عند بني عمه، يوم يدخل عليهم في بيوتهم يعطيهم اللكازز ويعطي حفظة القرآن وبيض الله وجهه. أقول بسم الله الرحمن خير البدايات، هو ربنا اللي كلنا له عبيدي، الواحد القهار رب السماوات، يا الله سترك كل ذا ما نريدي، وانت انصر الاسلام في كل حزات، ما غيرك اطلب في بدايته قصيدي، وبعدها كلمني عبوده بالذات، انا رصيده واشهد انها رصيدي، ولا تعذر من زبون الونيات لمن دعاني جيت علم وكيدي. وبعدها كلمني عبوده بالذات، انا رصيده واشهد انها رصيدي، ولا تعذر من زبون الونيات لا من دعاني جيت علم وكيدي، في لازمه ماني بحسب المسافات والجحدري في لازمك يا العبيدي، في لازمه ماني بحسب المسافات والجحدري في لازمك يا العبيدي، ويا مرحبا وعداد وابل المخيلات يا ابن سلامه يا الحزام الجويدي، ويا مرحبا وعداد وابل المخيلات يا ابن سلامه يا الحزام الجويدي، ويا مرحبا يا اهل السيوف الصقيلات اهل الشجاعه والمقام الفريدي، ترى السلامه اهل صوله وجالات من ماضي الايام ما هو جديدي. ويا مرحبا يا اهل السيوف الصقيلات
أهل الشجاعة والمقامة الفريدي، ترى السلامة أهل صاله وجولات من ماضي الأيام ما هو جديدي، ترى السلامة في المواقف مقامات الكل منهم في المواقف يفيدي، هل عزوة يوم الجهل والغزمات صوب مالته للخصم لازم تبيدي. ترى السلامة في المواقف مقامات الكل منهم في المواقف يفيدي، هل عزوتنا يوم الجهل والغزوات صمالتنا والخصم لازم تبيدي. تاريخكم 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 من ساس والهرج بثبات، وافعالكم يوم النهار العنيدي ولا ضاقت الدنيا وصابت كل ازمان فانصال سلامة متعبين الضديدي. تاريخكم 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 من ساس والهرج بثبات، وافعالكم يوم النهار العنيدي ولا ضاقت الدنيا وصابت كل ازمات فانصل سلامه متعبين الضديدي، فابشر بوقفه متعبين الاصيلات الملك كل منهم وال من ما يحيدي. فابشر بوقفة متعبين الصقيلات الأصيلات، فابشر بوقفة متعبين الأصيلات الكل منهم والمن ما يحيدي. أهل الحمية والقصور الظليلات وإعزاز الأنفس وهالراي سديدي، هم درعنا لا صار في الوضع ميلات وحنا لكم لا جات نار وقيدي. هم درعنا لا صار في الوضع صملات وحنا لكم لا جات نار وقيدي. الصف واحد الصف واحد الصف واحد ما يجيه انقسامات، قلته ربي فاعلنا ما يريدي. وابيض وجه يا كاسب الجميلات يجعل خيرك يا ابن عمي يزيدي. وابيض وجه يا كاسب الجمالات يجعل خيرك يا ابن عمي يزيدي. يا علي يا راعي الفعول الكفوف النديات، في العام عيدين وذا الليل عيدي. يا ابو اليتامى لك فعول وبصامات، كم من يتيم صار حظها سعيدي، وكم من فقير عاش همنا وحسرات فرجت همه جعل عمرك مديدي. يا جعل ما تخسر تعود حسنات، في ساعة كل يقول ايش بيدي. يا ابو اليتامى يا ابو اليتامى لك فعول وبصمات، كم من يتيم صار حظه سعيدي، وكم من فقير عاش همنا وحسرات فرجت همه جعل عمرك مديدي. يا جعل ما تخسر تعود حسنات، في ساعة كل يقول ايش بيدي. جملت نفسك بالفعول الحميدات، يفداك لا من مد مده زهيدي. تناقلت تناقلت فعلك جميع المحطات، كل من فعولك غدا يستفيدي. وجهت في فعل الجزالة رسالات، يا فاعل إن الخير كنك وحيدي. وخدت في فعل المراجل وسامات، حنا نتفخر بك قريب وبعيدي. قحطان تفخر بك يا راعي المروات، تنوي القبائل والنعم يا اليزيدي. وجهت في فعل الجزالة رسالات، يا فاعل ان الخير كنك وحيدي. واخذت في فعل المراجل وسامات، حنا نتفخر بك قريب وبعيدي. قحطان بك تفخر يا راعي المروات، تو القبايل والنعم يا اليزيدي. قلته وانا من كاسبين البطولات، رجال مشعل مثل حد الحديدي. قلته وانا من كاسبين البطولات، رجال مشعل مثل حد الحديدي. يا علي يا علي باقي كلمتين في النهايات، انا حزامك واعتبرني يزيدي. سلامتكم. صح لسان شاعرنا. الان شيله هديه من الشاعر الكبير سلطان بن وسام الهاجري للشيخ علي بن سعيد بن سلامه، اداء المنشد الكبير محمد بن فراج الاكلبي. فنتمنى لكم حسن الاستماع والإنصات، وشكرا لكم. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. الحقيقة نرحب بضيوفنا الكرام، نقول الله يحييكم حساب الحياة عند المطاليج وفي ديارنا. مرحبا بكم، ترحيب المطر. يا علي يا بن سعيد بن سلامة كل ما حرك هوى الغربي نسيمه، وانت حال لي
الإقامة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن قبيلة المساردة في بيشة، تكرم الشيخ ناصر ابن منصور المسردي القحطاني وابنه عبودة بن ناصر المسردي على تقديم دروع تذكارية للشيخ علي بن سعيد آل سلامة وأخيه الشيخ محمد بن سعيد آل سلامة، فليتفضلوا مشكورين. أما الآن مع كلمة للمحتفى به لهذه الليلة الشيخ علي بن سعيد السلامة، فلا تفضل مشكور ماجور. نقول لمعزبنا الله يغنيك ويخلف عليك ويكرمك، وأشكر أشكرهم على الهدايا والدروع، الله يبيض وجوههم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، شيوخ وأعيان القبائل، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله بمنه وكرمه أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يديم لنا مولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله جميعا لهذه البلاد، وأن يحمي جنودنا البواسل المرابطين على حدود المملكة. نسأل الله لهم الثبات وأن يسدد رميهم. مما يسعدني ويشرفني أن أكون في ضيافتكم هذه الليلة، أنا وبعض من قبائل آل السري في هذه الليلة المباركة، وكذلك من قبائل أخرى في هذه المحافظة الكريمة المباركة، بيشة منطقة الكرم والوفاء. باسمي واسم الحاضرين من قبائل آل السري والغائبين منهم، أقدم لكم الشكر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ونسأل الله أن يجعل ما قدمناه وما سنقدمه خالصا لوجهه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة للشيخ محمد بن سعيد آل سلامة، فلا تفضل مشكورا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حمدا، الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله من جمعنا بكم، الحمد لله القائل إنا جعلناكم شعوبا وقبائلا لتتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حقيقة لا كلمة لي بعد أخي علي بن سعيد، فقد كفى ووفى، ولكن هناك ثلاث باقات ورد أهديها للشيخ وأبنه، فقد قاموا بحسن الضيافة أكرمهم الله في دار كرامته. الوردة الثانية أو الرسالة الثانية أقدمها للشيخ السلولي، فبارك الله فيه وجمعنا به الله في الفردوس الأعلى. الكلمة الثالثة
لشعرائنا الذين غنيين عن كلمة والمدح والثناء، فقد كفوا ووفوا سلطان الهاجري علم من أعلام قحطان. أبن بديع لسان شهران ولغتهم الفصحى. الشاعر الثاني معذرة كفى ووفى مبارك المشعلي، كفى ووفى ومثل قبيلته أحسن تمثيل. هناك نقطة صغيرة ألا وهي إنني أشكر لكم هذا الجمع المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكل بداية النهاية، ونختم هذا الحفل بالصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.